على كل متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من خلال منصاتنا المختلفة. الفقرة دي احنا خصصناها لفنان كبير وعظيم من فنانينا المصريين. النهاردة هي 11 أغسطس ودي الذكرى الخامسة لرحيله. الفنان الكبير نور الشريف يعني ليه أعمال كبيرة جدا جدا في السينما المصرية، لسه عايشة معانا لحد دلوقتي. علشان كده احنا النهاردة مخصصين الفقرة دي مع حضراتكم علشان نتكلم مع شخصية مقربة جدا جدا من الفنان نور الشريف. هتكلمنا عن تفاصيل أكتر عن أعماله وعن كمان حياته. وإحياء ذكرى الفنان نور الشريف النهاردة يا حور، احنا قررنا انها تكون مختلفة لأننا عايزين نتكلم عن الجانب الإنساني في حياته، والوجه الآخر للنجم نور الشريف بعيد عن الكاميرات وعن المسرح. وعشان كده هتكون ضيفتنا النهاردة هي مش فنانة مقربة بس، لا، هي بنت الفنان الكبير أستاذ نور الشريف، النجمة مي نور الشريف. أهلا بيك يا مي. يا مي أهلا بيك. أهلا بيكو. طمني عليك الأول، أنت عاملة إيه وأخبارك إيه؟ أنا الحمد لله معدية الكورونا، في يعني أنا مش من نوع الخواف قوي، فبتعامل مع الناس شوية الحقيقة، فكويس مبسوطة يعني. طب ماي، خلينا نبدأ على طول النهارده نتعرف أكتر. يعني أنا عايزك تقولي لنا الجوانب الإنسانية أكتر في حياة النجم نور الشريف، لأنك أنت كنت أكتر حد طبعًا أكيد قريبة منه بتتعاملي معاه بعيد بقى عن الكاميرات وعن الأضواء. بص، هو كان يعني انا بعتقد ان من اكتر الحاجات اللي كانت بتميز بوبي انه كان انساني، وانه كان كده حتى في شغله. يعني ما هوش كان انه نجم بيروح شغل تصوير ويمشي، هو كان عنده علاقات انسانيه مع كل الناس من في الكاست وفي الكرو، وكان يميل اكتر ان هو يبقى مصادق الناس يعني كاصدقاء يعني. فدوت عنده اكتر من، اعتقد في فنانين لا يحبوا الموضوع يبقى بروفيشنال قوي على قد الشغل وخلاص، فاعتقد دي كانت من اكتر الحاجات اللي بتميزه، ودي اللي خليته ليه ذكر عند ناس كتيره قوي انه مميزه. ما اقدر اقول يعني وقت الفراغ عنده كان بيقضيه ازاي؟ هل كان بيحب يقعد بيتوتي، يعني بيحب يقعد في البيت ويحب يقعد مع اسرته، بيحب القرايه، بيحب يخرج ويبقى مع صحابه بره؟ يعني كلميني اكتر عن تفاصيل الحياه اليوميه للفنان الكبير نور الشريف. مي انت سامعانا كويس؟ طيب احنا غالبا عندنا مشكله في الصوت، بس يعني عنده يعني ده مشروع هو بيفكر فيه. هي رجعت لنا تاني. انا رجعت لكم تاني. طيب انا كنت بقول لك عن يعني عايزين نعرف اكتر عن تفاصيل الحياه اليوميه للفنان الكبير نور الشريف. كان بيقضي يومه ازاي؟ بيتوتي، بيحب يخرج، لما بيخرج مين اصدقائه المقربين اللي كان بيحب انه يقعد معاهم؟ هو اغلب الوقت دايما كان بيقرا دايما، يعني هو لو في البيت اولا ليه مواعيد معينه، اول ما بيصحى من النوم ليه طقس معين انه يعمل الشاي الاخضر بتاعه الصبح ويقعد يقرا. كان بيعرف طبعا في كل حاجه، لو في وقت شغل وداخل على حاجه معينه كان بيركز على المواد بتاعه الفيلم دوت، لو كانت حاجه سياسيه حاجه تاريخيه يشوف مراجع، ده في الوقت بتاع الشغل. عامه كان بيقرا بقى روايات واي اهتمامات جديده، يعني علم نفس كل حاجة. طيب احنا اتفضلي. فأغلب الوقت كان بيقرا ده دايما، حتى لما بينزل لو احنا رايحين مع الدكتور او حاجة كان يبقى معاه كتاب. يعني نفضل لما بنبقى عارفة في الانتظار بتاع الدكتور ده معروف طبعا بالساعات عندنا، فيبقى معاه دايما كتاب يقعد يقرا فيه، ده أهم حاجة عنده طبعا. طيب كان اللي كان بيفرق معاه قوي كمان، او كانت من الحاجات المعتاده عليها، ان يوم الجمعه كان ينزل الصبح بدري قوي، ينزل يتمشى في وسط البلد. كان بيصحى بدري يعني؟
على عكس ما معروف عن الفنانين ان هم بيصحوا متاخر ويناموا لحد الظهر وكده. لا هو كان بيصحى بدري ونشيط ويحب يقوم ويقرا ومثقف. هو كمان اعتقد جمايل كان عنده يعني فكرة ان هو يكتب ويسجل كل حاجة في حياته، يعني كان بيكتب كل ملاحظاته وكل مشاهداته في الحياة، وعشان كده هو في مذكرات احنا سمعنا عنها او بنسمع عن مذكرات كتيرة جدا للفنان نور الشريف. المذكرات دي فين؟ هل هيتم نشرها؟ هل بيتم تجهيزها؟ هل انتوا عايزين تنشروها فعلا ولا لا؟ لا، هي المذكرات اصلا اغلبها اصلها شخصية، يعني مش حاجات مثلا عن الشغل او حاجة، فهي كلها شخصية. فهي لا، هي ما فيش نية من العيلة يعني ككل ان احنا ننشرها او حاجة. وبعدين هو فكرة ان كل شوية حد بيعمل كتاب وينزله ان هي دي مذكراته، برضو دي كانت من اكتر الحاجات اللي هي ضايقتنا كلنا يعني، لان هي في حاجات كان في حاجة كده عن ان مذكرات الفنان نور الشريف، وان هو اتكلم فيها حتى عن موضوع يخص عبد الحليم ومحمد نوح، وقال ان الفنان محمد نوح كان عبد الحليم يعني في منافسه بينهم في البدايه، يعني اتكتب كده من ايام قليله. فعشان كده انا سالتك ان هل في فعلا مذكرات الفنان نور الشريف هو كاتبها ولا دي اجتهادات؟ لا لا لا، دي اجتهادات. هو ما فيش مذكرات ان هي كانت معموله للنشر النهائي. وبعدين هو الحاجه اللي كان نفسه انه يعملها، والحقيقه يعني للأسف إن إحنا ما عملناهاش وقتها، ما لحقناش يعني. هو كان عايز يسجل مذكراته بالفيديو، وكنا ابتدينا نوضب لدوت إن إحنا نسجلها فيديو بحيث إن هي تتعرض فيديو، بس للأسف يعني ما لحقناش نعمل الموضوع دوت. لكن غير كده هو ما فيش أي نية لأي مذكرات. أي مذكرات بتنزل باسم كلمة مذكرات عن نور الشريف كلها اصلا احنا مش موافقين عليها، لان احنا ما حدش اخذ موافقتنا على حاجه، وما نعرفش عنها حاجه الحقيقه. للاسف انا سمعت ان في منهم حاجات، ما فيش اي اجراء اتخذتوه علشان يعني المذكرات اللي بتطلع دي، وهي زي ما قلتي هي ملهاش اي اساس من الصحه، ما فيش اي اجراءات اتخذتوها علشان ما يبقاش فيه يعني كلام كتير بخصوص الشأن ده؟ بصي، الحقيقه فعلا محور اللي حصل ان احنا يعني كان من ارخم الحاجات ان كان في وقت الوفاه على طول، عارفه بيبقى كل واحد عايز يلحق ياخد ايه البلوف الاولاني او حاجه يعني وش القفص يعني للاسف. فللاسف هي بيبقى في عدم يعني عدم اعتناء بالوقت وتوقيت اللي الواحد بيتعرض له. يعني احنا كنا في ايه ولا في ايه، احنا كانت مشكلتنا ان احنا متضايقين. طبعا في جزء حزن فردي، ان انت يعني لكل واحد فينا ان احساس ان ابويا مش موجود، ان فقدت ابويا. في احساس تاني ان انا مره واحده بقيت ان الواحد بقى لوحده، ان ظهره راح. فانت اوريدي بتحاولي تاقلمي حياتك من اول وجديد على الحدث اللي حصل، وبعد كده تلاقي ناس بتستغل الوقت عشان ينزلوا كتاب. يعني في، انا مش حتى مش فاكره الحقيقه عشان ما ابقاش كدابه اسم اللي كتب الكتاب، بس في كتاب نزل بعديها ما فيش اقل من اسبوعين وقال لك مذكرات نور الشريف. مذكرات نور الشريف مين؟ وناس كتير قالوا لي في كلام مش لطيف خالص مكتوب في الكتب الكتاب دوت. فكانت حاجة الحقيقة مستفزة جدا. لكن أنا وقتها يعني أحزن ولا أبتدي أرتب حياتي اللي أنا مش متعودة عليها اللي اتغيرت مرة واحدة، ولا أن أنا أجري ورا ناس بقى؟ فالحقيقة كويس إن إحنا النهاردة أهو معاكي. فكويس إن إحنا النهاردة أهو معاكي وأنت بتقولي إن مفيش مذكرات للفنان نور الشريف أنتوا ناويين تنشروها، وإن أي حاجة تنشر يعني يقال إن هي مذكرات للفنان نور الشريف فهي مش حقيقية ومش دي المذكرات اللي كتبها الفنان نور الشريف. خليني بقى اسالك على حاجه يعني عايز اعرفها، عن ايه النصايح اللي كان دايما الفنان نور الشريف بيقولها لك، خاصه ان انت يعني في المجال الفني وبتمثلي وموجوده في الوسط الفني، ايه نصايحه اللي كانت دايما ليكي، وايه اللي انت اتعلمتيه منه اللي انت ماشيه عليه في طريق الفن؟ هو دايما كان عنده ان فكره ان الواحد لما يحب حاجه لازم يشتغل عليها كويس قوي، لان في الاخر هي مؤكد ما دام انا بحبها وبشتغل عليها كويس قوي
يعني مهما كان الوقت هي لازم هترد لي، يعني هترجع هيرجع لي بشيء كويس. ده كان حاجة. الحاجة التانية ان دايما فكرة ان حتى لو خطوات او مجهود، يعني مش خطوات بس صغيرة، لا، ان الواحد لو بيعمل مجهود بس مستمر في الاخر برضو هيبقى له ثمنه، ان هو مؤكد انا هوصل لحاجة. زي فكرة ان انت لو ماسك شاكوش صغير وقاعد بتنقر في الحيطة، انت مؤكد هتوصل للي انت عايزه حتى لو بمجهود صغير. انت معكش حاجة كبيرة تكسر بيها، لكن لو حتى فضلت بس ان انت الصبر انك تقعد تشتغل، فضلت تشتغل، لا، هتوصل لنتيجة. طبعا هو يعني الفنان بيبقى عايش معانا بأعماله الفنية الكبيرة، والفنان الكبير نور الشريف ليه أعمال كتيرة ورصيده كبير جدا في السينما. عايزة أعرف منك إيه أكتر الشخصيات اللي قام بدورها الفنان نور الشريف وكان بيعتز بيها جدا؟ لا، حاجات كتير طبعا. يعني عمرو بن عبد العزيز هو مثلا في المصير كان استاذ يوسف شاهين كان عايزه يعمل دور الوالي، وهو اللي اصر انه يعمل ابن رشد. ففي ادوار كتيره هو طبعا كان بيحبها ويعني مقربه اليه. يعني ايه الحلم او المشروع اللي كان الفنان نور الشريف نفسه ان هو يحققه بس ما لحقش ان هو يحققه؟ لا، كان طبعا في، يعني كان هو كان اشتغل على انه كان يعمل فيلم على حرب اكتوبر، لكن للاسف ده ما لحقش انه يعمله، لان كمان كانت الشغل عليه كان كتير، وطبعا عشان اصلا تجيب له، يعني كبقى مش عارفه اجيب الكلمه، يعني انت تجيب له انتاج، لانه هيبقى انتاج ضخم، فان انت تجيب له السيوله لفيلم زي دوت كانت برضو من الحاجات الصعبه يعني. فده كان مثلا، وكان ابتدى، يعني كان ده الكلام ده سنين، يعني مش كان من قريب، الكلام ده من سنين. كان كتب فيلم مع، يعني مع احد الطيارين اللي كانوا في حرب اكتوبر يعني. هو اعتقد كان عنده برضو مشروع لباولو كويلو، كان نفسه رواية كان نفسه ان هو يقدمها كمسرح. كنت انا قريت حاجة زي دي اللي هي حقيقي، رواية السيميائي او الكيميائي. ايوه صح، كان حقيقي. نفسه ان هو يقدمها مسرح برضو، بس ما تقريبا ما عرفش يعني برضو لضخامة الانتاج. صح، كنا قابلنا باولو كويلو في مصر لما جه، وبعد كده كان حصل ان احنا بعتنا، كان في مراسلات، وكان موافق ان احنا ننتجها هنا في مصر، لكن حصل الظروف ان احنا ما قدرناش ان احنا نكملها، يعني ان احنا تيجي على ارض الواقع، يعني تحصل للاسف. ما كانت من اعظم حاجاته، كانت النيه ان هو يتعمل عند الاهرامات طبعا، يعني يبقى حاجه شبه اوبرا عايده، زي ما اوبرا عايده بيجيبوها كذا، يعني كل كام سنه بيجي العرض، كان امنيتنا يعني، الحمد لله. طيب مي، يعني احنا يمكن متشوقين جدا ان احنا نشوفك بقى قريب، سواء في السينما او في التلفزيون، وما ينفعش تبقي موجودة معانا وما نسألكيش هنشوفك امتى. هل في اي والله اعلان قريب؟ حاليا لا. انا لازم اعترف، انا كان في مشكلة ان انا شوية انا كسولة للأسف، وكان بوبي دايما يقول عليا كده، فللاسف يعني مش نشيطه في الشغل للاسف يعني. هو كان آخر عمل، واهتماماتي اهتمام، مسلسل الأدنتي مع مصطفى شعبان، وكان في اللهم رمضان النساء. اللي فات. استمتعت بيه جدا طبعا مع مصطفى، يعني مصطفى زي اخويا الكبير طبعا، يعني طبعا استمتعت جدا معاه، مع مدام ماجده زكي. كان شغل يعني انبسطت جدا فيه، بس كان لازم بقى برضه اشد حيلي بعديها شويه. او انت ما كنت فيش اي عامله حاجه بتفكري فيها قريب؟ طيب والله لا، يعني لسه ما انا في بالي، يعني لا، ما عنديش الملكه بتاعت ان انا ابقى مركزه ان انا مثلا عايزه حاجه معينه، عشان ما ابقاش كدابه، بس ده المفروض يعني. مي، احنا عايزين نسألك سؤال أخير نختم بيه. طبعا احنا عايزين معاكي أكتر. مين لو اتعمل فيلم أو مسلسل عن حياة الفنان نور الشريف،
مين اللي انت شايفه ان هو ممكن يقدم شخصيه نور الشريف من النجوم الموجودين على الساحه، خاصه الفنان نور الشريف يعني اكتشف كتير من النجوم اللي موجودين دلوقتي على الساحه، وكان هو دايما في اي عمل ليه بيقدم وجوه جديده، منهم ناس دلوقتي بقوا نجوم وموجودين على الساحه الفنيه. انه يقدمه هو شخصيا، يعني لو هيتعمل عمل فني عن نور الشريف عن حياته، بتشوفي مين من النجوم دلوقتي يقدر يجسد شخصية نور الشريف؟ اعتقد مصطفى شعبان. مصطفى شعبان اعتقد. انت موافقة ان يتعمل مسلسل عن الفنان نور الشريف ولا لا؟ يعني طبعا بص، هو فكرة المسلسل تبقى دايما حلوة، بس دايما بيحصل فيها مشاكل، عشان هي انت ما بتقدرش ان انت فعلا تبقى ملم بكل الجوانب بتاعت الحياة، وان انت تقدر تعملها منسقة، وبعدين بتبقى عندك دايما جزء درامي، انت غصب عنك لازم تعمل خط درامي عشان يبقى فيها إثارة وتشويق. فبتبقى مش سهلة يعني. لو هيتعمل حلو، لو هيتعمل عليه هيتاخد وقته انه يتوضب له ويتكتب له صح، طبعا، بس يبقى يتاخد الوقت المناسب ليه انه يعني فعلا يبقى جاهز يعني. مي، احنا مبسوطين جدا جدا ان انت كنت معانا النهارده، وشكرا ليك ان انت لبيتي الدعوه، وانا شخصيا مبسوطه جدا بلقائي بيكي، ويعني انت قلت لنا معلومات كبيره جدا عن الفنان الكبير نور الشريف، وكان نفسنا طبعا ان احنا نبقى معاكي اطول وقت ممكن، لانه الكلام عن فنان بهذا القدر يعني ما يخلصش وما ينفعش يبقى في مده قليله، عايز له يعني سلسله حلقات متواصله. شكرا ليكي جدا جدا ان انت كنتي معانا. نشكرك، فخورين جدا بوجودك معانا النهارده في تلفزيون اليوم السابع في احياء ذكرى الفنان الكبير الراحل الاستاذ نور الشريف، الذكرى الخامسه ليه، ومنتظرينك بقى نشوفك على الشاشه قريب في سينما او مسرح او مسلسل ان شاء الله، ونكون من اول متابعين كمان. شكرا يا مي. ميرسي يا حور، ميرسي يا جمال جدا.